مرة تانية مشاهدينا برحب بحضراتكم. حلقة النهاردة من اسأل طبيب زي ما كنت بقول لكم هي حلقة مختلفة، هنتكلم فيها عن العلاج الطبيعي للشلل بأنواعه. أيا كان بقى، أحادي، شلل نصفي، شلل رباعي، المشاكل الناتجة عن السكتة الدماغية بتأثر ازاي على الشلل، ممكن العصب السابع ممكن ازاي يأثر علينا، كل دي من الأمراض اللي بتخلي الشخص اللي ممكن يصاب بيها نفسيا حتى كمان مش قادر يقاوم. دور العلاج الطبيعي النهارده هنعرفه طبعا من دكتور مشرفانا النهارده، دكتور رانيا. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. طبعا دكتور رانيا السيد استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني، اهلا بك يا دكتور مره ثانيه. زي ما كنت بقول لحضرتك انه الشلل بس مش رباعي بس، مش احادي بس، هو في انواع مختلفه من الشلل. الاول بس احب اعرف انه يعني ايه شلل؟ كلمة شلل دي بتطلق على ايه؟ ده مصطلح عام بيطلق على جميع انواع عجز الحركة في اي جزء من الجسم، سواء كان من اول الوش لحد الاطراف، طرف واحد، طرفين، ناحية واحدة، الاربعة، كل ده بنطلق عليه كلمة شلل او باراليس. تمام. السكتة الدماغية مصطلح برضو معانا على طول، يعني في الغالب لما بنقول شلل رباعي بنقول سكتة دماغية او بنشك في فكرة سكتة دماغية. هو الشلل النصفي دايما اكتر بيبقى اكتر مع يعني عشان يحصل شلل رباعي مع سكتة دماغية دي حاجة نادرة. الاغلب انه بيحصل في ناحية واحدة يبقى شلل نصفي، بيحصل سكتة دماغية خلينا نقول اللي هي الستروك دي دايما بيكون سببها الشلل النصفي. عامة دي اسباب كتير من ضمنها السكتة الدماغية او اللي هو السبب اللي هو الباسكولر اللي هو بيبقى يا اما جلطة يا اما هيموريدج نزيف في المخ. تمام. في اسباب طبعا كتيرة زي مثلا حد يعمل حاسة ويتخبط في دماغه ويحصل تجمع دموي. ممكن برضو يعمل شلل نصفي، زي مثلا انه الاطفال اللي بتتولد يحصل لهم اختناق في فترة وقت الولادة. يحصل لهم حاجة اسمها سريبر بوسي اللي هو الشلل الدماغي. برضو ده ممكن يعمل شلل في الحركة، ده اللي هو زي دكتور نقص الاكسجين مثلا وقت الولادة. بالظبط، هو نقص الاكسجين ساعة الولادة. او ان الام وهي حامل يحصل لها مرض زي الحصبة او يجي لها حرارة. كل الحاجات دي ممكن تعمل ده للطفل لما يجي يتولد. في برضو مرض الام اس اللي هو التسرب المتناسل، من الحاجات اللي بتعمل شلل. كل دي اسباب او امراض ممكن تاثر على الشخص وبالتالي تعمل له شلل. بس عايزه ارجع تاني لمفهوم الشلل. حضرتك كنت بتقولي لي انه في شلل نصفي وفي شلل احادي وفي شلل رباعي، نعرف بقى الفرق ما بينهم ايه؟ احنا لو هنتكلم عن السكتة الدماغية يبقى احنا بنتكلم عن شلل نصفي نتيجة حدوث جلطة في المخ او نزيف في المخ. الجلطة دي بيبقى سببها الناس اللي بتاكل دهون كتير، الدهون دي ممكن تكون سبب من الاسباب ان هي بتتراكم على جدار الاوعية الدموية. مع اي ممكن في اي وقت تتحرك تعمل ايه انسداد في شريان في المخ، فيقوم يوقف الحركة في ناحية كاملة من الجسم. احنا عندنا طبعا المخ مقسوم نصين، نص بيبقى فيه الدوميننت هيمسفير، الدوميننت هيمسفير اللي فيه الكلام واللي فيه الكتابه واللي فيه اللانجوج وفيه كل يعني فيه الحاجات كلها اللي مسؤوله عن الايه عن الـ يعني عن المحادثه عن كل الكلام معنويا ده. يعني يمكن اكتر مش حاجه حركيه او لا، هو الناحيتين فيهم حركه. يعني اي حد هيجيله جلطه سواء الناحيه اليمين في المخ مثلا هتعمل شلل نصفي في الناحيه الشمال. تمام. واللي هيجيله برده في الناحيه الجلطه في الناحيه الثانيه برده هيجيله شلل نصفي على الناحيه العكس. لكن الدومينانت هيمسفير اللي هو اللي فيه الكلام كده يا دكتور، الفيديو اللي شايفينه عايز برده اشرحيه لنا. بالظبط، الجلطه لو جت في ناحيه زي الناحيه مثلا لو هي في الناحيه احنا عندنا دومينانت هيمسفير بيبقى في الشمال. تمام. اللي هو فيه الكلام، فالعيان ده هتلاقيه عنده جلطه على الناحيه اليمين وعنده فقدان للكلام، عنده حاجه اسمها افازيا. تمام. ده العيان ده هو اللي بيبقى عنده مشكله في الكلام لو جت في الناحيه، لو الجلطه على الشمال. الجلطه حصلت في المخ على الشمال تاثر لك على الناحيه اليمين، تاخد الايد والرجل وتاخد الكلام معاها. العكس بقى لو في الناحيه، لو الجلطه دي حصلت على الناحيه اليمين ما فيهاش مركز الكلام. تمام. بس في مراكز ثانيه فيها مركز الحركه. أوكي. فيحصل جلطه، الجلطه دي هتعمل شلل نصفي في الناحيه الشمال بس من غير ما ده ياثر على الكلام. طيب احنا بنتكلم على الجلطات ممكن تكون اسبابها زي ما حضرتك بتقولي سبب بعيد الشخص ممكن ما يفكرش فيه انه ممكن حتى الدهون الزياده في الجسم طبعا ممكن تسبب. لكن
طبعا الجلطات ليها بوادر، يعني حتى لو الشخص بدأ ولحق ده قوي، يعني عارفه اللي هو يعالج ده بسرعه، ممكن يرجع مره تانية سليم ولا خلاص هو بيبقى الشلل المستمر معايا؟ اولا خلينا نرجع يعني الاول علشان نتجنب ده، خلينا نرجع للاسباب. السبب الرئيسي قلنا ممكن يكون الدهون، ممكن يكون الضغط العالي. الناس اللي عندهم ضغط عالي عرضه جدا ان يحصل لهم جلطات، وعرضه ان يحصل لهم نزيف في المخ. من اكتر اسباب النزيف في المخ بعد الهيت روما، بعد الحوادث، ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم. فخلينا نقول الناس، نصيحه الناس اللي عندهم ضغط عالي ما يهملوش في موضوع الضغط العالي ده، لانه يعني هو ده اللي بيسبب لنا بعد كده، بيبقى من اكتر المشاكل اللي بتسبب لنا او مشاكل في الدم، مشاكل الدم. لو حد عمل اختبارات لقى في عنده سيوله عاليه او سرعه تجلط عاليه، لازم يلحق نفسه بسرعه. الحاجتين، يا سرعه تجلط عاليه يا سيوله عاليه. طبعا لان السيوله العاليه هيخليه عرضه ان يحصل له نزيف، وسرعه التجلط العاليه دي هتخليه عرضه بالظبط ان يحصل له جلطات. نروح للشلل النسي بقى يا دكتور، اللي هو واحد من مضاعفات السكته الدماغيه. احدث طرق العلاج هنعرفها، بس الاول الشلل النصفي ده زي اللي حضرتك كنت بتشرحيه من شويه، صح؟ تمام. زي ما كنت بقول لحضرتك برضو تاني، انه لو الشخص اتعالج من السكته الدماغيه او من الجلطات، هل الشلل هيستمر معاه ولا لا؟ تمام. بصي، هو زمان قبل ما يبقى فيه علاج طبيعي كانوا الناس يقول لك يا حرام ده اتشل وقعد في البيت. دلوقتي مفيش حاجه، يعني الناس اللي بيجيله، انا حتى ما بقناش بقى بنقول، يعني احنا بنقول عجز حركه disability، لكن ما بقيناش نقول ان ده عجز، يعني ما بقاش عجز كلي. العلاج، الرد على السؤال ده بقى صح، بدايه العلاج تمام. في حاجه اسمها نيورال بلاستيسيتي. النيورال بلاستيسيتي دي تعني انه المخ لما بيحصل جزء فيه يحصل دامج او تلف او عجز فيه، بيحصل ايه؟ حاجه اسمها نيورال بلاستيسيتي اللي هي سباوتنج، الاعصاب بتبدا تنمو من اول وجديد، وممكن جزء من الخلايا بتاعت المخ اللي ملهاش وظيفه تاخد وظيفه الخلايا اللي هي حصل فيها دامج او تلف. ده كله بيتاثر بالعامل النفسي؟ يعني حضرتك بتقولي ده مع العلاج الطبيعي يتاثر بالعامل النفسي؟ طبعا. بصي، هو العيان حتى لو نفسي متقبل اللي حصل له، وعنده موتيفيشن عاليه وعنده اراده انه يخف، بالظبط، هيبقى احسن طبعا. فكل ما بنبدا العلاج الطبيعي بدري، كل ما النيورال بلاستيسيتي دي بتزيد، اللي هي المقدره على الخليه دي ان هي تتحسن، ومقدره الاستجابه تبقى عاليه. يعني دايما في الابحاث اللي اتعملت قالوا اول 6 شهور ده احسن حاجه. ممكن الانسان اللي جات له جلطه وحصل له شلل نصفي ده مثلا، يرجع تقريبا نورمال او تقريبا يرجع طبيعي. طب استاذنك يا دكتور، ناخد استاذ مصطفى ونكمل مره ثانيه. الو، السلام عليكم. الو، اتفضل. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور. بشكرك جدا، اتفضل. الله يخليك. حضرتك، انا كان عندي بالنسبه، كنت عامل اشعه على الرقبه، كان عندي مشاكل من مده كده. انا الرقبه فيها الفقرات ضغط على بعضيها، ومأثره عندي على الرجل الشمال. يعني الرجل الشمال من ناحيه الحوض فوق في قلق وجع في العظمه من الشمال، وبعدين انا عندي ارتجاع في المريء حضرتك. تمام. فما ينفعش ياخد اي ادويه، هل ينفع العلاج الطبيعي في الحاله بتاعتي دي ولا لا؟ طيب دكتور، عايزه تسالي اي سؤال؟ هو انت المشكله اللي عندك في رقبتك بس؟ لا، مع رقبتي ورجلي الشمال. ورجلك الشمال، انت عملت ام ار اي، رنين مغناطيسي على رقبتك؟ لا، انا عامل اشعه عاديه، طلع فيها الفقرات ضغط على بعضيها. لقيت الفقرات ضغط على بعضي. طيب هرد على حضرتك. بشكرك جدا استاذ مصطفى. طيب يا دكتور، نجاوب عليه وبعد كده نكمل بقى دور العلاج الطبيعي في العلاج. بصي، هو طبعا الفقرات ضغط على بعضها في الاشعه دي محتاجين نعمل فيرزر انفستيجيشن، يعني محتاج تعمل رنين مغناطيسي، وده افضل تشخيص او طرق التشخيص دلوقتي، عشان نشوف بس في ديسك، هل في القناه نفسها مخنوقه، هل ده هو السبب، هل ركبته دي مشكله لوحدها، ولا في مشكله، ولا الضغط على الاعصاب ده مؤثر على ايديه ورجليه. او ممكن فقرات الرقبه يا دكتور تاثر، لو هو بالوصف اللي هو بيقوله انه ضغط على بعض، تاثر على الرجل وبالتالي على المفصل، ممكن تاثر على 4 اطراف. لان انت الرقبه دي بيمر من خلالها في السباينال كانال، بيمر النخاع الشوكي. النخاع الشوكي ده مسؤول عن الحركه بتاعت الجسم كله. فطبعا ممكن ياثر بس مش على رجل واحده، ممكن ياثر على 4 اطراف. فعشان كده، عشان نقول له تشخيص صح، لازم يعمل اشعه رنين مغناطيسي، ومن خلالها نقدر بقى نتوجه صح. هنبقى حددنا هنا في الحاله دي، حددنا المشكله فين.
تمام. المشكله في ايه؟ هل الديسك ضاغط على الـ على الـ على النيرف روتس، ولا هل لو في انزلاق غضروفي، ولا هل في ستينوزس في القناه اللي ماشي فيها السباينال كورد، ولا في ضغط على النخاع الشوكي نفسه؟ لازم يعمل ام ار اي. طيب هي فكره انه برضو ما بياخدش دواء لانه عنده ارتجاع، دي مهمه، لان بعض ادويه المسكنات او ادويه العظام بتاثر كتير قوي على المعده، وبنلاقي بقى بيدخل في دايره تانية. بصي انا دايما بشوف ان احنا ناخد يعني حتى لو خدتي مسكن وخدتي حاجه مضاده للالتهاب من غير ما تعملي علاج طبيعي لمشكله في الرقبه او في الظهر، هتفضل موجوده، هتفضل موجوده. انت ما عالجتيش الموضوع، انت نيمتي الموضوع. نرجع تاني بقى للشباب، كنا بنتكلم انه في العلاج الطبيعي في اول 6 شهور ممكن نلاقي نتيجه ما كناش متوقعين. طبعا يبقى العيان عشان نيورال بلاستيستي زي ما قلنا عاليه وشرحناها، بتبقى الاحتمال انه النيرف الخلايا العصبيه دي يحصل لها سبراوت، تنمو من اول وجديد، والخلايا قلنا اللي ملهاش وظيفه ممكن تاخد وظيفه الخلايا دي، ده بيبقى اعلى حاجه ممكن يحصل فيها كده 6 شهور الاولانيين. تمام. رجعوا قالوا لنا عملوا ابحاث ثانيه بره وقالوا معاكم لحد سنه، فالناس يعني الناس تبقى عندها وعي بثقافه يعني ما تزهقش. اولا العلاج الطبيعي في مواضيع الشلل والبلاطات بياخد وقت. ما تزهقش، لان انت كل ما بدات بدري وصبرت على العيان اكتر كل ما جبت معاه احسن نتيجه. فكره العلاج الطبيعي اصلا حتى للاشخاص اللي مثلا بتعمل حادثه او بيضطر يعمل علاج طبيعي، في بعض الناس بتزهق بسرعه وتقول ايه ده، ما انا لا انا كنت بالزبط. فاكر انه من اول سيشن او تاني سيشن خلاص يعني هبقى كويس. لا. لكن العلاج الطبيعي هو استمرار، لان احنا بناخد خطوه بخطوه. بالظبط. وبعدين الخطوه الجلسه يعني الجلسه اللي انا عملتها الثالثه مبنيه على الثانيه والاولى. حتى انا دايما اقول للمرضى عندي في العياده، انا عندي تاخدي 6 جلسات ورا بعض وما تاخديش 20 جلسه متقطعين. لان الجلسه دي مبنيه على دي ودي مبنيه على دي. تمام. نروح بقى يا دكتور للعصب السابع. العصب السابع اللي بقى بيصيب يمكن مش بس ناس كبار ولا لا، حتى شباب بنشوفهم بنسال فيه ايه، يقول اصل هو اصيب بالعصب السابع. الاول بس فاهمين يعني ايه العصب السابع؟ العصب السابع ده حاجه في عندنا في اعصاب اللي معديه في المخ، في اعصاب اسمها كرينيال نيرفز، ده اسمه العصب السابع رقم 7 في الاعصاب الفيشيال نيرف. من اكتر الاعصاب، هو بيخرج من ورا مكانه كده من ورا الاذن، وبيخرج بقى يدي العضلات بتاعه الوش كلها، مسؤول عن عضلات الوش كلها. تمام. طبعا في على بيبقى على كل ناحيه لوحدها، في عصب السابع خارج يمين وشمال. يمين وشمال. فلما بيحصل اسبابه انه ممكن يحصل، في ناس قالت انه ايديوباثيك، اصلا عندنا في الطب ايديوباثيك يعني حاجه ملهاش سبب. وممكن ارجعه ده انه ممكن يكون لطشه هواء، فللناس مثلا ايه ده اللي بي 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 بنشوف التشخيص ده كتير قوي، نقول انت تعرضت لتيار هواء. تيار هواء هو اللي عمل المشكله دي. وفي ناس ممكن قالوا انه ده ممكن يبقى اوتو اميون ديزيز، يعني حاجه جهاز المناعه حصل فيه لخبطه لاي سبب وقام حصل التهاب في العصب السابع وعمل المشكله دي. برضو انا برضو هرجع اقول لكل الناس، اول ما نبدا بدري، كل ما بدانا بدري كل ما النتيجه بقت افضل. انا بحب اخد الحالات اللي بيبقى فيها التهاب اعصاب دي دايما في اولها، ما بحبش العيانين يتاخروا، ما بحبش ده بيجيب نتيجه وده بيجيب نتيجه، بس شكل النتيجه طبعا بيبقى مختلف. طيب هو ايه عرض العصب السابع؟ يعني هل بيجي فجاه ولا هل بيبدا يقلم مثلا بتطور بقى الالم؟ لا هو غالبا بيجي فجاه، يعني غالبا يصحى العيان يلاقي نفسه ايه، يجي يلاقي نفسه الاكل بيقع منه، ما فيش العضلات اللي هنا بدات تبقى فيها برد شلل او ضعف. يبدا يلاقي بينزل لعاب منه، ويبدا يلاقي حاجه مشهوره فيه البلز فينومنا، يجي يغمض عينه يلاقي عينه ما بتتقفلش والاي بول بتتحرك، حدقه العين يعني. دي اعراض يا دكتور متطوره. يعني مش مفاجاه، مش فجاه كل ده مع بعض. لا فجأة بيصحى بيلاقي نفسه كده. وبعدين بقى تلاقيه بقى اتعوج ناحيه الناحيه القويه، يعني لو تعمل العصب السابع لانه العضله دي ضعيفه بتلاقيه بقى اتشد الناحيه الثانيه. بس احنا معانا كمان يا دكتور فيديو العصب السابع لطرق العلاج، لو نشوف الفيديو.
حضرتك برضو فهمينا ايه اللي بيحصل. ده العلاج الطبيعي للعصب السابع. ده دي جزء حالة العلاج عندها الطبيعي. عصب بس سابع. العلاج الطبيعي للعصب السابع هو دايما بيبقى ليه طريقة مساج معينة. بتبقي انتي بندوس دايما على على العضلات بتاعت الوش بطريقه معينه. الفك يا دكتور لفوق. بناخد جزء، بناخد بيبقى ايد فوق وايد تحت، وبناخد الجزء ده وبنعمل حاجه هنا عشان لو في ادهيجن في ال لو في يعني حضرتك اشرح لنا على الفيديو كده. ما هو زي ما انت شايفه بيتعمل مساج اللي هو بيزود الدوره الدمويه اللي رايحه لعضلات الفيس من كلها من تحت لفوق يا دكتور. من تحت لفوق. وبنعمل، وهو دلوقتي بيحاول يشد، لان هو بيحاول بيعمل مع المساج ده بيعمل استرتش، بيشد العضله بتاعت الوش، لان انا بقول لك زي ما قلت لك بتبقى مشدوده على ناحيه واحده، فبيحاول يشدها. وبعدين المفروض بقى ان احنا كمان بنكمل بعد كده، بنطلع على القوره على الفورهيد، بنبدا نعمل، لان دي من الحتت برضو ممكن يحصل فيها ادهيجنز التصاقات، فبنحاول نفكها بطريقه ما بالصوابع كده. ده احنا ممكن نقدر نعمل بعد ما يكمل الجلسه في العياده او في المستشفى، ممكن لما يروح البيت حد برضو يعمل له ده يكمل معاه، ولا مش مستحب؟ بصي انا بس بفضل دايما الجلسه ليه، لان انت بتبقي عارفه انت دوستي على انهي عضله، الطبيب متخصص اتجاه العضله فين. ده غير انه طبعا ده جزء من الحاجات احنا بنعمل في تمرينات لكل عضله حصل فيه، يعني بنعلمه ازاي يرفع حاجبه، لو ما اترفعش بنضطر ندي مقاومه على الحاجب السليم فيقوم يعمل ايه، يخلي التاني يتحرك بالظبط. ريسيبروكال انرفيشن ده بيوصل لده، بتدي مقاومه شديده على السليم فبتقدري تشغلي الناحيه الثانيه، تبداي تعلميه ازاي يقفل عينه عن طريق حاجات اسمها فاسيليتيشن تابنج، وحاجات تخليه يقفل عينيه، وازاي يتحرك، يعني ازاي يبدا ينشط العضله اللي نزل، ازاي بترفع المناخير، ازاي يقدر نعمله ستريتش على العضله اللي بقت مشدوده الناحيه الثانيه، وازاي نبدا نقويها. بنعمل تمرينات لكل عضلات الوش، وبعد كده ممكن نحتاج ان احنا نعمله الكتريكال ستيميوليشن، تنبيه كهربائي للعضلات دي، لو هي لو لقيناها ضعيفه يعني بنعمل اختبار بنشوفها هي في انهي جريد، لو لقيناها يعني تحت جريد 3 لازم نعمل حاجه اسمها الكتريكال استيميشن، تنبيه كهربائي للعضلات. عند كل عضله بقى فيها مشكله بنمشي عليها، وساعات لو لقينا الويكنس الضعف الزياده شويه بنعمل حاجه اسمها بين الكتريكال استيميشن، بنشتغل ببن بألم بين تنبيه عن طريق الم. نقطه بتمشي بقى على العضله نقطه، لانها بتبقى عضلات صغيره. فساعات يعني البيضه بتبقى كبيره، مش عارفه تتارجت العضله بالظبط، بين تارجت البوينت نفسها. وبنعمل حاجه اسمها ماجنتيك ثيرابي، ده الماجنتيك ده كل ده يا دكتور اللي حضرتك بتقوليه من طرق العلاج الطبيعي المتطوره للعصب السابع، بيتم في المراكز المتخصصه، مش اي حد. لانه انا ليه بقول كده، لانه نفس التكنيك تقريبا قريب لفكره الابر الصينيه اللي ممكن الناس تروح لها ممكن تضر. لا طبعا، ما بصي كل حاجه ليها عليك، فانت ده لا ده كل حاجه انت بصي احنا ماسكين عضله عضله وماسكين وحد متخصص هو اللي بيعمل، لانه اي حركه غلط طبعا. بس بنعمل الماجنتيك ده بيزود الدوره الدمويه وبيحسن الالتئام بتاع العصب مع الليزر، مع الليزر، استخدام الليزر دي من الحاجات بنحب نستخدمها قوي في العصب السابع، لانه ده يعني بيحسن الهيلينج الالتئام بتاع العصب، واحنا عايزين طبعا العصب يلتئم. كل بقى ما انت بداتي في الحاجات دي، ساعات لو في العيان يجي يشتكي مش قادر، ودني وجع ورا ودني جامد وكده، بنضطر نعمل حاجه اسمها بالسيت برضو الترا ساوند، دي موجات فوق صوتيه متقطعه، دي عشان نعمل انتي انفلاماتوري، نشيل الالتهاب اللي موجود في المكان. تمام. في الحاله دي برضو حالات العصب السابع مشتهره اكتر ان هي بتخف بسرعه، ولا مختلفه من شخص لشخص؟ بتخف بسرعه جدا، وبدانا لو خدنا الحاجات الشخص يرجع طبيعي يا دكتور، يمكن بيقلقوا قوي. معظم الحاجات على فكره بيرجع طبيعي. ايه يعني الاقل هو اللي بيسيبه ديسابيلتي، لكن معظم الحاجات بيرجعوا طبيعيين. هل العامل النفسي في العصب السابع ممكن يبقى سبب من اسباب المرض ده؟
بصي يعني دايما بنشوف الافلام كده اللي هو ايه يتنرفز فيتشل او يتنرفز فيحصل له مشكله في العصب السابع. ده فعلا صح؟ يعني بيجي لك حالات انه نتيجه انه حصل له نرفزه او ضغط، يعني ارتفاع ضغط دم ده لو ناتج عن نرفزه او عصبيه ممكن فعلا يسبب عدم حركه او شلل في ايد او في او يعمل له عصب والله سابع بصي مثلا؟ ممكن فعلا الاسترس يزود الضغط فعلا، فممكن يكون سبب. بصي العامل النفسي بيدخل انت عارفه في معظم امراض العصر، سكر، ضغط، لكن فكرة جلطه. الشلل انا ليه بركز؟ لانه دايما بيلاقوا فكرة اصل ده اتعصب فحصل له شلل، فدايما ما بنبقاش عارفين هو ده صح طبيا ولا لا. بصي هي مش هتقدري تقولي يعني ايه، مش هقولك ايه، مش مكتوب عندنا في الكتاب كده يعني مش مكتوب كده، بس ممكن يعني ايه زي ما انت كنت بتقولي ممكن هو الضغط النفسي اللي كان عليه خلاه حصل له هايبرتنشن جامد، ارتفاع في ضغط الدم جامد، فمثلا حصل نزيف في المخ، ممكن ده صادف انه ده يكون سبب، ممكن من غير حاجه ضغطه عالي هو مش واخد باله فحصل له نزيف في المخ. تمام. هل ممكن شخص يجيله عصب سابع بدون سكتة دماغية؟ طبعا في ده الاشهر. هو بيجي لما بيجي مع العصب السابع ده بيجي في الشلل النصفي لو الاصابه في جزء من المخ ورا اسمه البرين ستام اللي هو جذع المخ. لما بيحصل فيه بيحصل عصب سابع على الكونترا لاترال، يعني مثلا لو الشلل النصفي على اليمين تلاقيه الوش على الناحيه الثانيه. لو فوق النيوكليوس اللي هي النواة بتاعت العصب السابع الجلطة حصلت بيحصل التهاب العصب السابع ده فوق النيوكليوس بيبقى على نفس السايد بتاع الهيمي بيج اللي هو الشلل النصفي وبياخد الربع بس ما بياخدش الوش كله، نص الوش. هل ممكن برضو يكون في التهابات في اعصاب تانية غير السابع؟ يعني ليه السابع؟ هل في مثلا اعصاب تانية؟ في ناس بيحصل لهم حاجة اسمها بالبر بولسي، التهاب في العصب التاسع والعاشرة و11 و12 اللي هم فين بقى يا دكتور؟ اللي هم كل ده في حتة اسمها المدلة اللي هو آخر جزء في البرين ستيم في جذع المخ. ده أعراضه إيه بقى يا دكتور؟ ديسفيجيا، بيحصل صعوبة في البلع، يجي يبلع يبقى مش عارف يبلع، فنضطر بقى نركب رايل لحد ما نيجي نشوفه. اول ما بنبدا مع علاج بنعمل حاجه اسمها تنبيه كهربائي على عضله البلع، وبعدين بنعمل حاجه اسمها اوروفيشال اكسرسايز، بنبدا ننشط عضلات التونج اللسان وعضلات الماستيكيشن اللي هي المسؤوله عن المضغ وننشط. طب يعني عارفه احنا لما نقعد نسمع حضرتك كنت بتتكلمي انه يتم تنشيط عضله اللسان او الجزء ده كله صعب قوي، يعني السيشن بتبقى عامله ازاي؟ يعني السيشن بصي وهو اصلا بيبقى جاي بيحسس ايه غير انه مش عارف يبلع؟ هي هو ده العرض؟ ولا ما هو بقى بيبقى معاه مع الجلطه مثلا الكير دي لازم تبقى برضه مع المرافق اللي معاه يشتكي نتيجه الجلطه. مع المرافق اللي معاكي يشتكي تقولك مش عارفه تاكل، كل ما نيجي نحط لها اكل ما بتعرفش تبلعه. فبنعرف من كده انه في ايه، ان كده البلبر نيرفز دور اتاخده، فبنضطر بقى بنعمل بجهاز صغير كده تنبيه كهربائي على عضلات البلع دي، وبنبدا بقى ندرب عضلات الاوروفيشال، عضلات اللي هي اللي خاصه بالفم مع الفيس. تمام. نبدا بقى ننبه برده عضل عن طريق تمرينات معينه. بس وبعدين نبدا نشربه حاجات سائله، عصير ميه بالشاليمو، بعد كده نبدا نديله حاجات يعني سيمي فلويد، حاجات زي يعني سائله شويه لزجه شويه، وبعد كده نبدا ندي اكل مسلوق ومهروس، وبعد كده نبدا بالتطور بقى مره ثانيه. بنفضل بقى نعمل تريننج لحد ما يبدا يبلع خالص. تمام دكتور، هنعرف منك بعد الفاصل برضو الاطفال اللي بنتعامل معاهم بقى ازاي في العلاج الطبيعي، لانه ده موضوع تاني خالص. بس مشاهدينا استنونا بعد الفاصل، لسه مكملين مع دكتوره رانيا سيد استشاري العلاج الطبيعي بالقصر عيني، لكن بعد الفاصل. الضغط والكوليسترول والسكر لو كان عالي ده بيسبب جلطة في القلب وبيسبب كمان حصاوة في الكلى. سماعة زي بتاعة الطبيب بس من نوعية خاصة، وبندي الاذون من الطرف الاخر اللي هو اللي بتاع السماعه. اللثه كلها بتبان، طبعا هي لسه ما كملتش 11 سنه، فالكنالز او الانياب لسه ما طلعتش، فاللي باين قدامنا انتيريور.
نسبة من السيدات من 5-10% من أنواع السرطان بتيجي في اليمة التانية كمان. تستبوا بقى كيس في عظم الفك نتيجة لأنه كان خراج والخراج أزمن وتحول إلى كيس، والكيس بدأ يأكل في عظم الفك فعمل حويصلة. المعدة تبعت إشارات للقولون إن وصل لها أكل مش مظبوط بالنسبة له، فيقوم القولون يبتدي ينقبض ويعمل ألام، المريض يجري على الحمام. ما ينفعش مثلا يكون حد لسه عنده حرارة أو جسمه سخن لسبب من الأسباب ونزله يعمل علاج مائي. في ناس عندها فصيلة دم A وO دول أكثر عرضة لقرح المعدة وقرح الاثنى عشر، بنشوفها في الأطفال بصراحة. اللي هو الكمون المغلي ده بيريح اضطرابات القولون والتقلصات والغازات وهكذا. طرية يستحسن ويحبذ إنها يعني ده ممكن تحمل في يعني بعد يعني 35 يوم بعد 40 يوم. معلومتين مهمين ياخدوهم الناس من ميفيكس الحساس، ان انا امشي على مضاد حساسيه على الاقل لشهرين لثلاث شهور، وان انا اخد ملطف للجلد العادي اللي ما هوش كورتيزون مرتين في اليوم من شهرين ثلاث شهور. الطب موجود لتيسير الحياه على الناس وليس لتعذيبهم. مرة تانية مشاهدينا بنرحب بحضراتكم. لسه بتشرفنا دكتورة رانيا السيد استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني، اهلا بك يا دكتور مرة تانية. يمكن كمان احنا معانا صور وفيديو لتمارين الجلطة الدماغية هنشوفها، بس في الاول انا كنت بسأل حضرتك انه الاطفال كمان التعامل معهم بصعوبة جدا. اه طبعا، بصي خلينا نقول الاطفال طبعا الموضوع لوحدهم بيحصل لهم حاجه اسمها سيريبرال بولسي اللي هو الشلل الدماغي. ده بيبقى نتيجه انه حصل اثناء الولاده نقص اكسجين، فبيحصل للطفل اختناق فيبدا يحصل دامج تلف في جزء في المخ. اكوردنج بقى حصل في منطقه قد ايه اكوردنج للمشكله اللي هنلاقيها. هل هتبقى يعني هو لما نعمل علاج طبيعي هيخف ولا احنا بنتكلم برضو انه برضو على حسب كميه الدمج. ممكن حد يسيب اعاقه بسيطه وممكن حد يخف يبقى مش باين، ممكن حد يبقى سايب حاجه واضحه لان ده جزء من ساعه ما اتولد حاصل فيه تلف. تمام. لو نقدر نحضر الفيديو او الصور الخاصه بتمارين الجلطه الدماغيه هنشوفها كمان يا دكتور. هو تمارين الجلطه الدماغيه لانها مهمه جدا حضرتك اشرحي لنا برضو. بصي هو هنا بيعمل دايما، بصي بيبقى عندهم مشكله عيانين الهيميبليجيا او الشلل النصفي دايما اوان بيبقى واخد وضع الايد ده دايما. خلاص، فدايما اكتر حاجه بتبقى فيها مشكله الايد اليمين يا دكتور. حضرتك شايفه الفيديو عشان الفيديو كانت ايدي يمين او شمال، بس انا هنشرح على ده. هو طبعا بيعمل له ايه، بيحاول يشغل الابر ليمب اللي هو الجزء العلوي. المشكله دايما عندنا بتبقى في العضلات الفاين موفمنت، بتبقى فيها مشكله والعضله هو الخمس صوابع حضرتك كده اللي هي كل الفاين موفمنت اللي هي الحاجات اللي بتستخدمي فيها الايد. لان ايده من التسلب العضلي بتبقى مقفوله وعامله كده. عنده الهيميبليجيا بيبقى معاها حاجه اسمها سباستيستي. السباستيستي دي يعني تسلب عضلي، فبيخلي ايده دي مقفوله. فاحنا بنحاول بقى، بصي نفتح الايد دي ونحطها في حاجه، هو بيحاول يعمل له اوكيوبيشنز يحط له حاجه. لكن هو هنا الحاله دي يا دكتور هو قادر يمسك يعني عارف يتحكم يمسك ولا لا؟ الحاله دي كويسه يعني، الحاله دي كده السباستيستي ده كده تطور ده كده. لكن قبلها ما بيقدرش يمسك. في حالات ما بتقدرش طبعا، في حالات اصلا ايده مقفوله واحنا لسه بقى بنعمله حاجه اسمها ريفلكس انهبيتنج باتر، نحطه في الوضع العكس ونعمله ستريتش يعني ونمسك حاجه بنعمل حاجه. احنا ممكن نسال على الدكتور وهي بتشرح لنا حركه الايد اوضح. حضرتك اشرح لنا. بنعمل حاجه اسمها ديستال كي بوينتس اوف كنترول، بنمسك عن طريق تكنيك بتاع بوبس. بنمسك بنفتح الايد وبنفتح يعني نحطه في انتي اللي هو الوضع العكس الوضع اللي هو واخده. بس بنبدا بقى نعمل الاكسرسايز، نفتح ايده، هو ايده جايه في الاتجاه احنا بنبدا نفتحها لحد ما نبدا عن طريق ان احنا ماسكين دي بنسميهم ديستال كي بوينتس اوف كنترول. تمام. فبنفضل بقى نشتغل عليهم لحد ما نقلل دول الاوت اوف كنترول يعني خارج السيطره. لا الديستال كي بوينت اوف كنترول يعني ايه، دي الاماكن اللي بنقدر نتحكم عن طريقها في التسلب العضلي اللي موجود. تمام. وفي برضو ان احنا بنعمل حاجه اسمها ابروكسيميشن،
ده اللي انت بتنبهي حاجه اسمها الجوينت ريسبتورز. بنفضل نفس القصه على اماكن المستقبل الالم، مستقبلات الاحساس دي بنعمل لها ستيميليشن، ده بيحسن. برضو بنعمل حاجه اسمها ده عن طريق برضو الضغط او تمارين معينه في العلاج الطبيعي. طبعا طبعا في حاجه اسمها برولونجد ستريتش، ان انت تفضلي حتى هو عامل كده انت تخشي في الوضع العكس. برولونج ستريتش ممكن تستسي عليه، اي تستخدمي ايس لحد 20 مينتس. اوكي ايس مش هوت باج، يعني مش حاجه سخنه. بصي احنا بنفضل في الاسباستيستي الايس اللي هي التصلب العضلي الايس اكتر، يعني بنفضله اكتر ان احنا نعمل ثلج اكتر من ان احنا نعمل يعني حاجه سخنه. انا بفضل ممكن بقى نعمل ده لو احنا لاقيين العضله يعني ايه عايزين نزود السيركيليشن. بصي هي متوقفه على الكيس، بس انا لو عايزه ابريك داون اسبستيسي احسن يستخدم ايه الثلج. وفي ناس بيستخدموا ده مع ده كده. يا دكتور التمرين ده ايه؟ هو نايم بيحاول يعمل له فورورد فليكشن، يستخدم يرفع، لانه المفروض ان عضلات اللي بترفع الايد واللي بتفتحها الكتف يبقى فيها مشكله، فهو بيحاول. بس الحاله دي ما شاء الله كويسه. يعني هو ده طبعا هو اكيد النتيجه هو ده تطور، لكن قبل كده ما بيبقاش قادر ان هو طبعا يعمل. احنا في ناس بيبقى اصلا بيحصل لهم يعني اديزيف كابسولايتس، بيبقى الكتف ده بيحصل فيه تيبس في المفصل، فده بنضطر بنعمل حاجه اسمها موبيلايزيشن اكسرسايز، ونفتح ايده ونجيبها ورا ونعمل حاجه اسمها موبيلايزيشن. نفضل نحاول فيها ونفضل. وفي حاجه برضو ان احنا بنعمل في حاجه اسمها فاسيليتاتري تكنيك بقى عن طريق الديب بريشر التابنج، الضغط او على المسل نفسها على العضله. يعني لما تيجي مثلا تضغطي هنا على الكومن اكستنسر اوريجن فتلاقيه رافع ايده مثلا. طيب دكتور ناخد نقطه ثانيه بقى برضو عشان نعرف مشاهدين بيها التصلب المتناثر او الام اس. يعني ايه بقى دكتور الام اس؟ اولا المرض ده بشوفه كتير جدا للاسف، بقى منتشر جدا. حتى ناس كتيرة طلبت مني ان انا اتكلم عنه واعمل حلقة عنه وكده. ده بيحصل للأسف كمان بيجي في الشباب اكتر من اول تين ايجر. ده اعراضه ايه بقى يا دكتور؟ هقولك هو عبارة عن بصي هو بيسيب السنترال نيرفس سيستم الجهاز العصبي المركزي، بيحصل حاجة اسمها دي مايلينيشن، وبيحصل بياخد يعني في اكتر من مكان وبيبقوا يعني مش مع بعض. يعني ممكن مكانين مثلا، مكانين في البرين في المخ ومكانين في النخاع الشوكي، ومكان في النخاع الشوكي ممكن ياخد اكتر من مكان في المخ. ده بيحصل عشان كده اسمه متعدد، مالتيبل يعني متعدد. فبيحصل بصي ما انت ما بيجي جلطه بتوقفي الحركه، فانت دي مايلينيشن يعني شلتي الميالين شيس طبقه الميالين اللي على جدار الخليه العصبيه. تمام. فدي تعمل ايه؟ تعمل ممكن تعمل لو هي جت مثلا في مركز الحركه ممكن تعمل شلل نصفي، لو جت على السباينال كورد اللي هو نخاع الشوكي ممكن تعمل شلل رباعي او شلل في الرجلتين. حضرتك بتشوفيه في الشباب كتير نتيجه لايه؟ يعني هو بيجي نتيجه لايه؟ بصي الام اس برضو غالبا ارجعوا انه ده خلل بيحصل في جهاز المناعه، اوتو اميون ديزيز بيحصل في جهاز المناعه، فتبدا الخلايا تتعرف على الميالين كانه فورين بودي، كان الميالين ده جزء غريب من الجسم، فيبدا الجسم يهاجم الميالين ده. كمان معانا فيديو دكتور لطريقه العلاج الطبيعي للام اس او الحالات دي. حضرتك برضه اشرح لنا انه بيقعد قد ايه المرض ده او المشكله دي بتقعد قد ايه مع الشخص ويتحل؟ بصي ده متوقف على حسب النوع. ده هو كده ايه اللي حصل في الحاله دي؟ بصي هي بتعلمها ازاي تطلع السلم. هو المقصود ان هي مش قادره تتحكم في العضله ولا انه هي هو بيعمل بصي دي مايلينيشن بيحصل. الحاله دي اكوردنج هو ليه انواع اربع انواع عشان نعرف نجيب المرض من فوق لتحت نعرف انواعه الاول. يبقى احنا اتفقنا ده جزء بيحصل دي مايلينيشن في مشكله في المايلينيشن. في نوع اسمه ريميشن اند ريلابس. اوكي ريميشن يعني اند ريلابس من اسمه، يعني مرض بيجي ويخف كده ما حصلش حاجه. الجزء اللي حصل فيه دي مايلينيشن، المايلين شال منه
بيحصل فيه ري مايلينيشن، يعني بيرجع مره ثانيه. النرف بينمو ثاني ويرجع كويس ثاني. طيب. ويبقى العيان كانه ما حصلوش حاجه. الشخص بيحس بايه ساعتها؟ بصي بقى على حسب المكان اللي حصل فيه دي مايلينيشن. ممكن حد يجي في العصب مثلا بتاع الرؤيه فيحس ان هو فقد الرؤيه اتعمى ويرجع مره ثانيه ويرجع يشوف ثاني. طيب. دكتور استاذنك ناخد بس استاذ جمال ونكمل مره ثانيه. الو الو مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. ممكن اسال دكتور رانيا؟ اتفضل دكتور معاك. شكرا يا فندم. دكتور رانيا، كان عندي ابن، حضرتك دلوقتي عنده 3 شهور. ولما اتولد الدكتوره بعد ما اتولد قالت لي ان في عنده انحراف في الشفه اليسرى، ودي حاله بتحصل مع من كل 160 حاله بتحصل الحاله ديت. فرحت ان انا اعرضه على دكتور مخ واعصاب اطفال. وبالفعل وديته الفرنساوي عند دكتور مخ واعصاب، وقالت لي لا الموضوع ده كله في العضلات مش في الاعصاب خالص. فعايز اطمن من حضرتك، هل ان شاء الله له علاج يعني طبيعي في عمليه ان شاء الله في ان شفيته دي تتعدل وتبقى كويسه؟ شكرا. دكتور عايز تسالي، ثواني يا استاذ جمال بس خليك معانا. دكتور ليك اي سؤال استاذ جمال؟ لا، هو عملوا لك اشعه على المخ او حاجه يا استاذ جمال؟ لا يا فندم، ما عملوش اشعه على المخ. هو كل اللي عنده بس انه شفته معوجه. معوجه لما بيجي يعيط، عارفه حضرتك لما بيبقى يعني متنرفز او هايبر شفته بتبقى شبه سليمه. لما بيجي يعيط شفته بتنحرف يمين او بيجي يعني بيضحك او بيعيط. يعني وقت الحركه العصبيه او النيرف لما بيعلى سواء ايا كان. فانا عايز اطمن بس لحضرتك بعد اذنك. طيب حاضر، هرد على حضرتك. دكتور برضو ممكن يجاوب عليه بعدين نرجع مره ثانيه. بصي، هو طالما شفته بس فيها مشكله، انا وقت معين يا دكتور كان دي العضله دي، يبقى دي كده في مشكله ممكن في العصب السابق. بس ده انا محتاجه اعمل انفستيجيشن اكتر على فكره. لان ممكن يكون في جلطه صغيره عند العصب السابع فوق مستوى النواه فاثرت على ده. فمحتاجه ابص، يعني نبص عليه اكتر من كده. تمام. ونشوف بس هل المشكله كده ولا في سبب تاني هو اللي عامل ده. لكن مش عضله، يعني الوصف ده مش عضله. ده بقى مش هنقدر نقول كده غير مظبوط. لازم نشخص. بصي، انا بشوف انه التشخيص يعني نشخص صح فنعمل علاج طبيعي صح. تمام. نرجع تاني بقى انواع الام اس. حضرتك كنت بتشرح لنا الاربع انواع بقى. اتفضل. اول نوع اون ريميشن وريلابس، ده بيحصل ويقوم يخف خالص العيان. بعد كده في حاجه اسمها سكندري ام اس، نتيجه بقى ليه سكندري اللي بيخف منه. عفوا انا بقطع حضرتك بس عشان يفهم. هيرجع تاني. هيرجع مره تانية. هو يفضل يروح ويجي. فبعد كده بيتحول. هقول لك. طيب هقول. ريميشن اند ريلابس. وبعد كده السكندري ده بيحصل ايه بقى؟ من كتر ما بيحصل ريميشن وريلابس المرض يروح ويجي يروح ويجي. المرض ده احنا قلنا كان في الميالين شيز، على مستوى الميالين. هيبدا يوصل لايه؟ للعصب من جوه، للاكسون. من الخليه. فبقى سكندري نتيجه ان هو كان عمال يروح ويجي، الميالين بقى اتاكل خالص ووصلنا للايه؟ لحاجه اسمها الاكسون جوه. تمام. خلاص؟ بس بقى فيبدا فطبعا طالما وصلنا للاكسون فبتبدا يبقى ايه؟ هي بيرمننت ديسابيلتي، يعني حاجه عجز موجود دائم في جزء معين من الجسم. اوكي، ده الثاني. الثالث بقى؟ الثالث بقى برايمري، اللي هو بادئ اصلا ايه؟ بادئ البرايمري ده اللي هو بادئ ما بيحصلش ريلابس، هو شغال على طول. هو من الاساس شغال ام اس، شغال ايه؟ على طول من اساسه. بيصيب اماكن ايه يا دكتور بقى اللي شغال على طول ده؟ والسباينال كورد. كل الانواع بتصيب نفس اللي هو النخاع الشوكي. المخ والنخاع الشوكي. طيب ناخد استاذ ايمن وبعد كده نكمل النوع الرابع بقى. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. اهلا الدكتوره رانيا حضرتك. اتفضل الدكتوره معاك. والله يا دكتور انا عامل حاسه من سنتين. نصر في الفقرات في منتصف الظهر. تمام. حصل عندي ضغط على العصب، على النخاع. على النخاع الشوكي. على النخاع الشوكي. ايوه. حصل عندي. انا لي سنتين حضرتك اخذ علاج طبيعي وكل العلاج من اعصابه كله. حضرتك لسه ادورك الحركه بدات في الرجل اليمين. يعني بقدر الم عقدك والعضله تتحرك شويه. تمام.
طب انت ايش يعني حضرتك امل يعني الواحد يوقف باذن الله يعني مع الوقت ديت بس عايز اسالك سؤال، هو العجز عندك في الرجلتين؟ في الرجلين حضرتك. الرجلين. الاحساس بدا في الرجلين بعد الحادثة حوالي 5 شهور بدا الاحساس يشتغل. تمام. حاضر. بدات الحركه تشتغل حضرتك بس ما اقدرش امشي على عامل جهاز حضرتك ملبسه في رجلي امشي عليها. طيب على المشاية. بتقدر تمشي على المشاية لكن ما بتعرفش تمشي لوحدك. لا ما اقدرش حضرتك لا امشي لوحدي ولا اقف لوحدي. لازم تستخدم المشاية. مش كده؟ نعم. بتستخدم المشاية؟ بستخدم المشاية في المشي حضرتك. تمام. والجهاز برضه ركب معجلة بس بيرفعون رفع العجلة واشتغل بها باليدين وبيدي اساعد زي الرجلية. تمام. بشكرك جدا استاذ ايمن، هنجاوب على حضرتك اتفضل. بصي هو طبعا ده حاصل واضح انه في اصابه واضحه للنخاع الشوكي اثرت على رجليه الاثنين. طبعا محتاج طبعا علاج طبيعي مكثف جدا جدا، بس طبعا انا مش شايفه الحاله قدامي عشان اقدر احكم هو هل هو مثلا محتاج يلبس حاجه اسمها سبلنت لو رجليه وقع لو عنده مشكله في انه تفرد او ترجع الوضع ده. عايزه برضو اشوف عضلات الجزع، هل عضلة الجزع كويسة؟ الترانك كويسة؟ ظهره وعضلات بطنه كويسة لان دي هتشيله. تمام. عايزة اطمن على قوة ايده، هل ايده كويسة لانه هيحمل عليها ويقوم. ففي مهم عندي طالما في عندي ضعف تحت ان انا كل اللي فوق يبقى قوي جدا. السليم ده هو احنا هنحتاجه اقوى حتى من النورمال. عشان يحمل بقى ايده. عشان هنبدا نحمل عليه وبعد كده نبدا بقى نشتغل على الايه؟ على الجزء العضلات بقى اللي تحت حاجه حاجه، عن طريق بقى التنبيه الكهربائي، عن طريق ان احنا طرق الفاسيليتيشن اللي احنا اتكلمنا عليه، يعني ازاي ننبه كل عضله على حده. دي الطرق بقى العلاج. طيب نروح بقى النوع الرابع من الام اس يا دكتور. ده اسمه فالمينانت ام اس. بيبقى فالمينانت يعني حاجه مولع، يعني عارفه كلمه فالمينانت معناها كده. فبيبقى سريع جدا وبياخد شهور قليله وممكن العيان لا قدر الله يضيع يعني من كتر السيفير هو بيحس بايه يا دكتور؟ يعني المرض بيصيب انهي مناطق من الجسم بالظبط؟ المخ بقى، ممكن يا اما يعمل شلل نصفي في ناحيه، يا اما لو هو على مستوى لو جه مثلا في السيريبرال هيمسفير، لو جه مثلا على مستوى السيريبيلم ورا المخيخ يعمل اصابه في الاتزان. تمام. وحاجه اسمها الكوردينيشن، ما يبقاش عنده يبقى عنده تريمور وما يبقاش عنده اتزان. يبقى عنده حاجه اسمها التاكسيا، لو جت الديمايلينيشن ده حصل على ناحيه السيريبيلا اللي هو المخيخ، يبقى ماشي درانكي جيت او زجزاج جيت، ويبقى ما عندوش اتزان خالص. ده اللي هو شلل الاهتزاز يا دكتور؟ ده اللي هو شلل الاهتزاز، اللي هو غالبا يعني بنشوفه في الاشخاص الكبار في السن شويه، ولا دي حاجه ثانيه؟ لا اللي هو ده اللي احنا بنتكلم دلوقتي عن اصابه واضحه ودايجنوز ومتشخص في المخيخ. فدول بقى بيبقى عندهم المشاكل اللي هي دي، عدم اتزان، زجزاج جيت، درانكي، مش ما يجي مثلا ياخد الكوبايه دي مش عارف اوفر شوتنج. لكن بتتحل بالعلاج الطبيعي ولا بيبقى خلاص؟ بتتحسن لكن ما بتتحلش. لا ما بتتحلش كومبليتلي، بتتحسن. بس الاهمال فيها يعني مثلا لو قلتي بتتحسن مش هتبقي بدريدن، يعني العيان ده يبقى بدريدن يعني يقعد في السرير. لكن انت طول ما انت بتعملي علاج طبيعي حتى لو في ديسابيليتي مثلا نسبه فضل 10% احسن ما تبقي 100% نايمه في السرير، 100% نايمه في السرير. اكيد. فاهماني؟ مش معنى ان احنا قلنا ان احنا بتتحسن مش بتروح خالص ان انا اهمل ومرضش. ان انا اهمل لان انا الحالات بتاعه الام اس اللي اهتموا واخدوا العلاج الطبيعي ولحقوا نفسهم وكان لهم مثلا علاج انترفيرون او ليهم علاج في الاول واتلحقوا كانهم نورمال، كانهم طبيعيين. وده بيأخر اللي هو النوع اللي بيروح ويجي، بيأخر لما يرجع، بيأخر رجوعه. يعني مثلا بدل ما كان هيجي بعد 3 شهور بقى بعد 6 وبيعيشوا كويس جدا. دكتور هل انواع العلاج الطبيعي بتختلف من مرض لتاني؟ يعني مرض تاني مثلا، وبتختلف كمان من السن الصغير للكبير يا دكتور؟ اكيد اكيد. البروجرام
انا دايما بقول كل واحد ليه انديفيدوال بروجرام، يعني كل واحد ليه برنامج لوحده مش العكس، يعني مش برنامج لكل الحالات، لا طبعا مختلفة. لما يجي لي حد سنه صغير غير لما بيجي لي حد سنه كبير، لان ده متوقف على قوة العضلة. انت عارفة انه المصل لوحدها حجمها بيقل مع السن، فطبعا ده فقوتها بتقل مع السن. فلما تعالجي اوريزي واحد كبير غير لما بتعالجي واحد شاب صغير، واكوردنج لطبيعة عمله انت عايزة ترجعيه لحد فين؟ هل مثلا ده حد كبير عايزاه بس يدخل الحمام لوحده ويرجع وما يتعبش اللي حواليه، ولا هل ده مثلا انت عايزاه ينزل الشغل ويمارس شغله؟ يعني مختلفة أكيد من شخص لشخص يا دكتور. بشكر حضرتك جدا دكتور على الحلقة دي، حلقة مختلفة، عرفنا شوية عن العلاج الطبيعي، لأنه ناس كتير كانت بتاخد فكرة أو مصطلح العلاج الطبيعي أنه حاجة مكملة مش حاجة مهمة أو حاجة علاج أولي يعني. بالظبط. بشكرك جدا دكتور رانيا. مشاهدينا كان معانا دكتورة رانيا السيد استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني، كنا بنتكلم عن العلاج الطبيعي للشلل بأنواعه، وتكلمنا عن الشلل الرباعي والأحادي، العصب السابع، السكتة الدماغية، والجلطة كمان ازاي بتأثر في الشلل. اتكلمنا كمان عن العلاج الطبيعي وهل هو مكمل ولا هو شيء أساسي. لا عرفنا ان هو شيء أساسي. بشكركم جدا على المتابعة.